في خطوة جديدة لمكافحة الفساد، أعلن اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يضم النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا القرار تفعيلا للدستور المصري واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات العام الماضي بهدف مكافحة الفساد. سيادة السفير، برأيك إلى أي مدى ستسهم هذه الأكاديمية في الحد من الفساد الذي موجود يعني ربما في قطاعات كبيرة من الدولة والتي تكشف عنه باستمرار هيئة الرقابة الإدارية؟ هو بالفعل يعني خطر الفساد هو بقدر خطر الإرهاب، ويعني الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية هو استحقاق دستوري في المادة 214 و215. أما التعديلات أستاذة سارة اللي حضرتك أشرت إليها على قانون الرقابة الإدارية العام الماضي، كان يكفل في مواده إنشاء هذه الأكاديمية لتدريب كوادر الرقابة الإدارية لإدارة علاقة مع مؤسسات الرقابة الدولية، في نفس الوقت تأهيل الكوادر علميا وتثقيفهم، وأيضا إعطاء دبلومة في الرقابة الإدارية. الحقيقة خبر هام جدا ومؤثر، وكذلك يعني آمل أن يتم نقل هذه الخبرة لأشقائنا حتى في إفريقيا، لأن هذا العام حسب الاتحاد الإفريقي هو عام مكافحة الفساد، وكما كان العام الماضي هو عام الشباب واستضافت مصر عدد من المؤتمرات الشبابية، انتهت بالمؤتمر العالمي للشباب في شرم الشيخ. نأمل أن تكون مكافحة الفساد أيضا أحد أدوات مصر، ليس فقط لتأهيل كوادرها ولكن لمساندة أشقائها الأفارقة، فالفساد هو خطر داهم وكما ذكرنا لا يقل عن خطر الإرهاب.